كلمة الآن حسب الترتيب اللي عندي للسيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء محترم. تفضل السيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة المستشارين. أولا بدوري تنقدم التعازي للأسر ديال الفاجعة ديال طنجة، نسأل الله عز وجل يرحم الموتى. وسيد الرئيس، أنا شاكر للجنة المضاعاتية والمجلس المستشارين أن أعطت أولى أهمية لهذا الموضوع ديال الماء. وأريد أن أؤكد إجمالا التدخلات ديال السيدات والسادة المستشارين، أن ومن خلالهم طبيعة الحال الرأي العام الوطني، أن البلاد ديالنا والحمد لله الحمد لله لا خوف عليها إن شاء الله في المجال الماء حالا واستقبالا، وأن الوضع عموما وضع متحكم فيه رغم الإكراهات المناخية التي لا يد لنا فيها. والمرد ديال هذا الاطمئنان وهذا اليقين ثلاثة ديال المستويات. المستوى الأول هو أن هذا الموضوع كما جاء في التدخلات ديال السادة المستشارين والسادة الوزراء، هذا الموضوع يحظى بتتبع شخصي لجلالة الملك سيرا على النهج عن شي والده المغفور له الحسن الثاني. المستوى الثاني هو أنه المملكة المغربية راكمت تجربة متميزة إقليميا وجهويا ودوليا، فمنذ بضع سنوات أضحت بلادنا قادرة على بناء منشآت مائية على التدبير ديالها بأطر وتقنيين مغاربة، مقاولات مغربية، مكاتب دراسات مغربية، وأضحت لنا الآن أصبح لدينا منظومة قانونية تتمثل في القانون ديال 36/15، منظومة متكاملة متطورة لا تحتاج منا إلا أن نطبق بنودها على الوجه الأكمل. ثالثا، أن بلادنا، وهذا يجب الإقرار به من باب الإنصاف، لا تبخل على هذا القطاع بالتمويل اللازم رغم الإكراهات المالية التدبيرية. ولا أدل على ذلك أنه في سنة 2020 رغم الجائحة ديال الكوفيد 19 اللي كان عندها أثر كبير جدا على التدبير المالي في بلادنا، تم إعطاء صفقات لخمس سدود كبرى، وهو الأمر اللي كان غير مسبوق في بلادنا. وفي سنة 2021 اللي هي كذلك سنة ستكون متأثرة هذه القضية ديال الكوفيد، ستعطى إن شاء الله صفقات لخمس سدود كبرى أخرى. سيد الرئيس، فيما يتعلق بما جاء في تقرير اللجنة الموضوعاتية مشكورة، سأحاول أن أجيب على بعض الملاحظات وأدقق أخرى، وما سأقوم به هو تكميل العرض الضافي والشامل الذي قدمته أمام اللجنة المقررة في 23 أكتوبر 2019، والذي تناول تطور السياسة المائية ببلادنا منذ الاستقلال ومختلف المحطات التي مر منها التخطيط المائي، وصولا إلى مشروع المخطط الوطني للماء 2050، وكذلك البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشرب ومياه السقي 2027 الذي أشرف جلالة الملك على إطلاقه. لا يخفى عليكم وقد تحدثتم في هذا الموضوع أن البلاد ديالنا بحكم موقعها الجغرافي تتسم بتباين كبير في الموارد المائية ديالها في التوزيع زمانا ومكانا، وهذا الشيء حتم علينا منذ الاستقلال بفضل الرؤية التي أشرتم إليها ديال المغفور لها الحسن الثاني إلى اعتماد التخطيط والاستباق في مجال السياسة ديال السدود. بفضل هذه السياسة التي زادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قوة ودعما وتقويما، تمكنت بلادنا
رغم الإكراهات التنظيمية والإدارية التي صاحبت عدم استقرار قطاع الماء خلال العقدين الأخيرين، حيث كما لا يخفى عليه انتقل من وزارة التجهيز في الحكومة ديال الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي إلى وزارة إعداد التراب الوطني في الحكومة ديال الأستاذ دريج جطو، إلى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في حكومتي الأستاذ عباس الفاسي والأستاذ عبد الإله بن كيران، وفي النسخة الثانية لحكومة الأستاذ عبد الإله بن كيران وزارة منتدبة بنفس القطاع، ليعود إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مع الحكومة الحالية، ويدمج في إطار المنظام الجديد للوزارة بعد حوالي سنة من صدور البلاغ الملكي لعشرين غشت 2018، والذي حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء ونقل وأدمج جميع الصلاحيات ديالها ضمن هياكل واختصاصات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. وقد جاء في البلاغ، وهذا مهم جدا، ويهدف هذا القرار إلى تحسين حكامة الأوراش والمشاريع المتعلقة بالماء والرفع من نجاعتها وفعاليتها وتعزيز التناسق والتكامل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بالماء التابعة لهذه الوزارة بما ينسجم مع العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لهذا القطاع. رغم هذه الإكراهات سيدات والسادة المستشارين، تمكنت بلادنا من تشييد بنية تحتية مائية هامة موزعة جغرافيا على كل جهات المملكة، والتوفر على رصيد مهم من المنشآت المائية يتمثل في 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية فوق 19 مليار متر مكعب، و 133 سدا صغيرا في طور الاستغلال، علما أنها كانت إلى نهاية 2009 كانت 130 سدا كبيرا بسعة ديال 17 مليار و 63 سدا صغيرا. وهكذا فمنذ انطلاق سياسة السدود في منتصف ستينيات القرن الماضي، ما فتئت السياسة الوطنية المائية تعرف تطورا متواصلا، الشيء الذي مكن من تحقيق عدد من المكتسبات. ومن المحطات الهامة والاستراتيجية واللي ساهم فيها بطبيعة الحال البرلمان المغربي هو التشريع ديال 63/15 القانون، الذي كرس التخطيط كآلية للتحكم في الموارد المائية، ووضع آفاق جديدة فيما يتعلق باللجوء للموارد المائية الغير تقليدية مع تدعيم البعد البيئي الماء، وجار الصد القانون ديال 10/95 الذي تفضلتم بذكره. وترتكز هذه المنهجية التي تم تشريعها وتنظيمها في إطار القانون المتعلق بالماء على الحث على وضع مخطط وطني للماء يشكل إطار المرجعي للسياسة المائية لفترة لا تقل على 30 سنة، وهذا بالطبع من الأمور المهمة في تدبيرنا. وركز على التدبير التشاركي. قضية التدبير التشاركي السادة المستشارين أصبحت من المسلمات في بلادنا، ولهذا هذه القضية الإشكالية الالتقائية يجب أن نتكلم بها بشكل نسبي. التشاركية في موضوع الماء لا مفر منها. شي علاش عندنا وكالات الأحواض المائية؟ علاش درنا المجالس الأحواض المائية؟ علاش جميع النقاشات التي تتعلق حتى ببناء السدود لا بد فيها من تشاور بين مختلف الفاعلين المعنيين؟ فيما يخص تنزيل المضامين الاستراتيجية، موضوع تقرير اللجنة في الشق المتعلق بمحور تدبير وتنمية العرض المائي عبر إنجاز السدود، في الفترة الممتدة ما بين 2009 و2020 تم إطلاق إنجاز 23 سدا كبير بكلفة إجمالية تقدر ب 28.2 مليار ديال الدرهم، ستمكن من الرفع من القدرة الاستيعابية بسعة تقدر ب 6.237 مليار، ويتعلق الأمر بالسدود الآتية: 7 ديال السدود في طور الاستغلال، هي دار خروفة، مولاي علي الشريف، تيوين بإقليم مرزازات، سيدي عبد الله بإقليم تارودان، شفشاون، مولاي بوشتا، ولجة السلطان، والخروب بإقليم تطون العرائش، والقدوسة بإقليم رشيدي، و11 سدا في طور الإنجاز، وهي اللي شرط لها مرارا من خلال الأسئلة ديال السيدات والسادة المستشارين، اللي فيها السد ديال المداز، فيها السد ديال ترقة أمادي، فيها السد ديال تيداس، فيها السد ديال تودغا، ديال أكدز إلى آخره. 5 سدود كبرى سنة 2020 كلفة مالية ديال 7.8 مليار ديال الدرهم،
وبسعة تقدر بجوج فاصلة 237 مليون هي ديال كدية البورنة وتكلمت عليها ديال سيدي قاسم بن عزيمان في الدريوش، الرتبة في إقليم تاونات، التعلية ديال سيد محمد الخامس في إقليم توريت، والتعلية ديال السد ديال المختار السوسي في إقليم تارودانت اللي غيرتفع من 40 مليون حاليا إلى 280 مليون بعد تعليته. وهاد حرصنا هاد السنة هذه باش تكون هاد الانطلاقة، لأن هي السنة الأولى في البرنامج ديال التزويد ديال 2027 لجلالة الملك أشرف على إطلاقه. كما ستتواصل الجهود في سنة 2021 بإطلاق أوراج 5 سدود كبرى جديدة بكلفة إجمالية تقدر ب 4.8 مليار ديال الدرهم، وهي سد على واد الخضر بإقليم أزيلال، تاكزيرت بإقليم بن نملال، سد ديال تامري العمالة ديال أكادير داوتنان، والسد ديال خنقرو بإقليم فيكيك، والتالية ديال سد إنفوت بإقليم سطات. إذن هذا التوزيع المجالي ديال السدود أصبح ثابتا في السياسة المائية ببلادنا. وستسعى الوزارة إن شاء الله بالنسبة للحكومات المقبلة على الحفاظ على هذه الوتيرة في السنوات المقبلة باش يصبح حجم المخزون الإجمالي للسدود من ينسالي إن شاء الله البرنامج 2027 27 مليار متر مكعب، وهو ما يفوق الهدف الذي حددته الاستراتيجية السالفة الذكر البالغ 26 مليار متر مكعب سنة 2003. وهكذا إلا بغينا نقيموا الاستراتيجية الوطنية الماء، عندنا 26 سدا تم إنجازها أو الشروع في إنجازها، بما فيها 17 سد في طور الاستغلال، 18 سد تم إدماجها في البرنامج الوطني 2027، وجزء منها في المشروع المخطط الوطني 2050، 16 سدا لم يتم الأخذ بها نظرا لأن عدد من الدراسات التقنية خلصت إما إلى أن منظومة التعبئة والتزويد الحالية كافية، وإما أن لا فاعلية لها في تخفيض العجز المائي في بعض المناطق لضعف طاقتها التخزينية. وهذا من الأمور المسلمة، لأن كاين واحد العدد المتغيرات التقنية، واحد العدد المتغيرات تدار في الدراسات، وعلى ضوءها بطبيعة الحال تيتم التحيين ديال المخطط. كما تجدر الإشارة إلى أنه تمت أن فيما يتعلق بمشروع تحويل المياه من الشمال إلى الجنوب المدرج في الاستراتيجية الوطنية للماء، فنظر لابد من الإشارة إلى أنه ونظر للمستجدات المتعلقة بالطلب على الماء وتحييل المعطيات حول الموارد المائية، وهذا خصو يدقق لأن كاين بزاف ديال الأمور تنقولوها حول تنقولوا الملايير الأمطار المكعبة التي تضيع، وهذا في جزء منه غير صحيح. ونظرا لهذه المستجدات وتحييل المعطيات باعتبار تأثير التغيرات المناخية، تم تحييل المنظومة الربط. أولا الربط بين الأحواض الساحلية المتوسطية الغربية ما بين في الأحواض ديال لاو واد لاو وديال القنار وبوحية، والأحواض الساحلية المتوسطية الشرقية ديال ملوية، وذلك تفعيل التوجهات الملكية موضوع الاجتماع اللي كان ترأسه سيدنا الله ينصره في 18 أبريل 2019 والمتعلق بإنجاز المركب المائي المتكون من السدود الثلاثة بني منصور دار ميمون بوحمد، وكذا منشآت الربط التي ستمكن من تحويل حجم يصل إلى 500 مليون الأمتار المكعبة منتظمة. هو السدود بثلاثة غادي يدير مليار و400 تقريبا، لكن الانتظام السنوي غيكون في حدود 500 مليون اللي يمكن لها تمشي شرقا الملوية ويمكن لها تغدي كذلك الغرب بالنسبة للمنظومات المائية ديال طنجة وغيرها. والربط ما بين أحواض سبو بورقراق وأم الربيع بحجم إجمالي يتراوح بين 500 و800 مليون. هادشي اللي عندنا، داكشي اللي تيوصل داك الباراج دو كارد السد ديال المنع واللي يمكن يضيع إلا ما استفدناش منه تيكون ما بين 500 و800 مليون، سيتم إنجازه على مرحلتين. المرحلة الأولى تم إدماجها في إطار البرنامج الوطني 2027 في آخر اجتماع ديال لجنة القيادة والذي سيمكن من الربط بين حوضي سبو أبو القراق، وفي المرحلة الثانية سيتم الربط بين حوضي أبو القراق وأم الربيع. هذا الأخير الآن يجري تحديد التركيبة المالية ديالو، سبل إعادة الغلاف المالي اللي غيكون في حدود 18.4 مليار ديال الدرهم. والجدير بالذكر على كل حال أن الاستراتيجية موضوع التقرير لم تحدد آجال زمنية محددة لإنجاز منظومات، بل أحالتها على الدراسة التفصيلية. ونقول لكم كاين اجتهاد كبير جدا على مختلف مستوى المعنيين، سواء مستوى وزارة الجيش أو مستوى وزارة الفلاحة، باش نديروا هذه الدراسات التفصيلية، وكان عندنا فيها حتى بعض أوجه التعاون مع دول أخرى.
ورغم ذلك ونظرا للفتره ديال الجفاف اللي عاشتها البلاد ديالنا خلال السنه، تم سنه 2020 انجاز العديد من المشاريع الخاصه بالربط بين المنظومات المائيه لتامين التزويد بالماء، نخص منها بالذكر لان هذه مهمه جدا، وكان فيها تعاون ما بين وزاره التجهيز ووزاره الفلاحه ووزاره الداخليه، الربط ما بين سد دار خروفه والمنظومه التزويد ديال طنجه، الربط ما بين سد اولوز ومنظومه التزويد ديال اكادير الكبرى، الربط بين المنظومات التزويد الحسيمه وترقيس، كما توجد قيد الانجاز عمليه الربط بين المنظومات المائيه ديال الدار البيضاء، وهذا مهم جدا، غير ما بين الدار البيضاء الشماليه والدار البيضاء الجنوبيه كان عندنا مشكل الربط عمره لسنوات، واللي غيحل مشكل المنظومه ديال الامر بيع اللي تكلم عليها السيد وزير الفلاحه، باش واحد الجزء من ذاك الماء يمكن يتستغل على مستوى المدارات السقويه ويتستغل كذلك على مستوى مدينه مراكش. اما فيما يخص وهذه التحويلات غادي تمكن من التعبئه تقريبا ما بين مليار ومليار و300 مليون متر مكعب، دائما عندنا واحد الانترفال بالنظر بطبيعه الحال للتغيرات اللي تتوقع من سنه لسنه. اما فيما يخص التعبئه ديال المياه التقليديه وخاصه تحليه مياه البحر، بغيت غير نذكر انه انتاج الماء الشروب في بلادنا اولا انتقل من 861 مليون متر مكعب سنه 2009 الى مليار و251 مليون سنة 2020 بمعدل نمو سنوي يناهز 3.5%، مما استلزم بناء قنوات تصل حاليا الى 13350 كيلومتر، بينما كانت سنة 2009 9270، وناهزت المردودية الإجمالية ديالها 95.4%. هذه التغيرات المناخية اللي تكلموا عليها السادة المستشارين هي التي فرضت بطبيعة الحال أن تتم مراجعة حجم المياه المعبأة بتحلية المياه البحر، لأن كان الهدف في الاستراتيجية 2009 هو 400 مليون متر مكعب، الآن نتحدث على مليار متر مكعب في أفق 2050، حاليا عندنا 46 مليون متر مكعب سنويا، آخرها هي المدينة ديال الحسيمة، أكادير إن شاء الله أكادير شفتوها في غضون هذه السنة سيتم اطلاقها للاستغلال، والشروع بطبيعه الحال في عدد من المشاريع الاخرى التي عرضت داخل البرنامج الوطني 2087 التي تهم الدار البيضاء ب 300 مليون متر مكعب واسفي ومدينه الداخله. فيما يتعلق بمحور المحافظه على الموارد المائيه والمجال الطبيعي والمناطق الحساسه وحمايتها في الشق الذي يخص الحفاظ على المياه الجوفيه، تجدر الاشارات القضيه بغيت ناكد عليها أن الفراغ القانوني الملاحظ سابقا تم تجاوزه من خلال القانون ديال الماء 36/15 والذي وضع أسس التدبير التشاركي المندمج والتشاوري واللامركزي للموارد المائية الجوفية من خلال سن قواعد تحدد مسطرة إعداد عقود للتدبير التشاركي وحقوق والتزامات الإدارة. هذه المسألة تتبان بسيطة لكنها معقدة، لأن تتجمع من جهة المعبئين للماء وتجمع من جهة المستعملين للماء، وكاين بيناتهم واحد البون شاسع يجب بطبيعة الحال أن نصل فيه إلى تفاهمات، وفيه بطبيعة الحال المؤسسات العمومية المستعملين، بالإضافة بطبيعة الحال لتتبع مراقبة الاستعمال. انطلاقا من ذلك تم تحديد 34 فرشة مائية تستوجب إبراب عقود تدبيرها، تم التوقيع على اثنين منها سوس ماسة واحد والحوز ديال المجاط، كما توجد خمسة عقود جاهزة للتوقيع تخص الفرشة ديال برشيل فاس مكناس تادلات داخلة سوس ماسة جوج، كما تم إصدار مرسوم يحدد منطقة حماية فرشة الشتوكة وإعلانها في حالة ندرة المياه لتسهيل تدبيرها المندمج. فيما يتعلق بمحور التقليل من قابلية تأثير الأخطار، في إطار هذه المقاربة المخطط الوطني للحماية الفيضانات للإنصاف هو يعود لسنة 2003، لكن تم تحيينه سنة 2016 ولا عندنا فيه 1032 موقع مهدد بالفيضانات، وتم إنجاز عدد عدة عمليات لتقوية حماية ما يزيد من 250 موقع بكلفة تفوق 10 مليار ديال الدرهم. همت هذه المشاريع المدن المراكز ديال الدار البيضاء، المحمدية، سطات، قلمين، مرشيد، ولا زال بطبيعة الحال هذا البرنامج مستمرا. بالطبع أشار السادة المستشارين إلى البرنامج ديال 2027. الإيجابية ديال البرنامج ديال 2027 أنه برنامج متكامل منسق، تم التعبئة بطبيعة الحال الإمكانيات المالية، لأن هذه طبيعة البرنامج وهنا تختلف بطبيعة الحال على الاستراتيجيات واللي تكلمتوا عليها، 61 مليار درهم لتنمية العرض المائي، 25.1 مليار درهم لتدبير الطلب وتثمين الماء،
26.9 مليار لتقوية التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، علما بأن ما أشار إليه السادة المستشارين حنا تكلمنا فيه مرارا، تنتكلموا على النسب ديال تزويد العالم القروي بالماء الشرب. بطبيعة الحال هذا خصو واحد الجهد اللي غيدار في البرنامج 2027 باش الماء في العالم القروي يوصل المختلف بطبيعة الحال المساكين، وما نكتفيوش فقط في الدواور بلي بون يعني بالنافورات بلي بون فونتين. 2.3 مليار درهم لإعادة استعمال المياه العادمة، و50 مليون درهم لمحور التواصل والتحسيس الذي نشتغل عليه الآن، باعتبار أن هذا الموضوع ديال الماء المقاربة ديالو يجب أن تأخذ ما تفضل به السادة المستشارين. كاين بطبيعة الحال الأبعاد التقنية الاستغلالية، لكن كاين الأبعاد الثقافية كذلك، وكاين أبعاد أخرى قانونية مرتبطة بذوي الحقوق إلى غير ذلك من الأمور. فالمقصود عندنا هو التحسيس بأهمية استغلال الماء وترشيده. وبطبيعة الحال كاين هناك واحد العدد ديال السدود اللي مسطرة، لكن اللي مهم بالنسبة إلينا بالنسبة للسدود الكبيرة هو السدود الصغيرة والسدود التلية. وأنا قلت مرارا أننا غيرنا المقاربة، ما غتوليش المركز هو الذي يحدد في طبيعة السدود الصغرى والتلية، ستصبح قاعدية يعني ستأتي من الجهات. داكشي علاش حنا درنا المجالس ديال الأحواض، ودرنا في البرنامج ديال 2027 درنا بأن اللجنة الجهوية اللي غيترأسها السادة الولات هي التي ستقترح. حنا جردنا أكثر من 900 موقع، محتفظين دابا تقريبا بواحد 720 موقع اللي تقنيين الدراسات ديالها ما طرحش إشكال. ستأتينا الطلبات أو المقترحات، وكاين لجنة موضوعاتية فيها وزارة الجيز، وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة، وزارة الاقتصاد والمالية، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء الصالح للشرب، لتحسيمها في هذا، على أساس أن سنويا غيتخصص في الحد الأدنى واحد الغلاف مالي ديال 600 مليون لهذه السدود، علما بأن هذه المقاربة ما فيهاش فقط المقترح، لكن بغينا نغيروا كذلك حتى المقاربة التدبير، لأنه لا يكفي أن بنية سدا، خصنا نعرفوا واش غتكلف به الوكالة إذا كان في الإمكان ديالها، ولا غتكلف به جمعية من الجمعيات، أو سيسند إلى جماعة ترابية، لأن المشكل ديال السدود بعد بطبيعة الحال بنائها هو تدبيرها وصيانتها. ولهذا أنا بغيت نرجع لواحد، انتهى الوقت سيد الوزير بطلب. إذا سمح لي السيد الرئيس هي بسرعة، غير واحد المؤشر هو أن السدود اللي عندها فوق 40 سنة عندنا يلاه 16% ديال السدود، كل السدود اللي عندنا أقل من 40 سنة، 35 فيها أقل من 20 سنة. فبالتالي احنا واحد العدد ديال المقترحات اللي تفضلوا بها السادة المستشارين فيما يتعلق بنزع الملكية وفيما يتعلق عدد من الأمور ستؤخذ بعين الاعتبار. شكرا السيد الرئيس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد الوزير.